السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حياكم الله اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم في هذا النقل للقاعة أشبال المدرب هشام الدقيق في مواجهة ثانية أمام منتخب الموزمبيق على منتخب الوطني المغربي. يدخل بتشكيلة ثانية على مستوى التشكيلة الرسمية. المدرب إسماعيل فاروق يدخل هذه المباراة بالأسماء الثانية في حراسة المرمى أندري مانجيا بيليو لوفونسي رقم 2 إيديسون. عن نفس المجموعة بين المنتخب الوطني المغربي على المنتخب التايلندي وانتهت بالتعادل بهدفين لمثل ما هدفي المنتخب المصري سفيان وبلال البقالي الذين التحقوا بالمنتخب الوطني المغربي. في هذه الهبي الهدفين صدار ايضا تاكيد التفوق. نتابعون اول محاوله والهدف الاول، الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي، تمريره من محمد اشرف سعود في اتجاه ادريس الرئيس الفني الذي يعلن عن الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. نتابعون تمريره من محمد اشرف سعود في اتجاه ادريس الرئيس الفني الذي يفتح الثلاثة في النهائي. سنعود للحديث أكثر عن بطولة إفريقيا والتتويج المغربي في آخر نسختين. تسديدة محمد أشرف سعود صاحب الخبرة والتجربة، واحد من ترى لصالح المنتخب الموزمبيقي على البحث عن التعادل. تسديدة مرت بعيد عن مرمى الحارس عبد الكريم نبيه. أمامنا مدرب المنتخب تقريبا اربع دقائق لعب على المنتخب الفنلندي. انتظار باقي نتائج مباريات المجموعه الثانيه. ايضا المنتخب الايراني انتصر على المنتخب الفنلندي بهدفين مقابل هدف واحد بالاضافه للبلد المنظم. نتابع هذه المحاوله، محاوله رائعه والهدف الثاني بطريقه رائعه وبطريقه فنيه. إدريس الرئيس الفني يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. نتابع كيف كان المرور، التمريرة من يوسف جواد، الانطلاقة، مراوغة الحارس، وبعد ذلك تسجيل الهدف الثاني. الأخيرة تدل على الخدمة الكبيرة التي يقوم بها الرجل والعمل الكبير الذي يقوم به هشام الدقيق. تعود تحدثون عن اصحاب الخبره والتجربه لاعبي المنتخب الوطني المغربي الذين قدموا شيء الكثير لكره القدم داخل القاعه. علي المنتخب حضر في ثلاث نسخ، ابرز انجاز له وصفه البطوله سنه 2004، قلت توج باخر نسختين. نتابع هذه المحاوله، المنتخب الموزمبيقي عوده رائع من محمد اشرف على اجمل مرتده سريعه للمنتخب الوطني المغربي. تسديده كانت من خالد سيتو، تنفذ في اتجاه من؟ في اتجاه جواد، يوسف جواد. تسديده ثقه، محتل المركز السادس والستين عالميا. تسديده كانت من لقب البطوله العربيه، تفوز في النهائي على منتخب العراق. شارك في نسختين، نسخة 2012 و2020 لصالح المنتخب الموزمبيقي. تمريرة بينية، تدخل الحارس عبد الكريم نبيه ويبعد المنتخب الإسباني في المركز الثاني على المنتخب البرتغالي في المركز الثالث. أرجنتين المغربي ايضا مركز ثامن مناصفة مع المنتخب الايطالي بنفس عدد النقاط على 1438 نقطة. على المنتخب الاوكراني مدس عالميا. وتابع تسديدة، تسديدة كانت من سفيان المسرار. موزمبيقي البحث عن الطرق المؤدية للسعد. عبد
الكريم النبية والمنتخب الموزمبيقي يسجل الهدف الأول عبر خوسي دا سيلفا. قلت ذلك، قلت بأن لاعبي المنتخب الموزمبيقي يبحثون عن طرق الوطن المغربي والإيراني. مباراة ستكون مباراة قوية بين المصنف الثامن سواء في نصف النهائي أو في النهائي. حذاري من لاعبي المنتخب الموزمبيقي، قل ذلك خلال الجولة. مباراة سفيان المسرار يبحث عن التسديد بين يدي الحارس أندري مانغليك. المنتخب البرتغالي سيصعد لدورة 16 ويتأهل إلى النهائي. يسقط المنتخب البرازيلي فاز باللقب آنذاك بعد فوزه في النهائي. نتابع تسديدة رائعة، تسديدة رائعة لاعبي المنتخب الوطني المغربي. محمد أشرف سعود في محاولة المراوغة. أتحس الوطني المغربي متقدم بهدفين مقابل واحد. نتابعون تسديدة أشرف سعود، تمريرة بالمقاس من أنس العيان في اتجاه أشرف سعود. تسديدة بالرجل اليسرى للجهة اليمنى، تمريرة من أشرف سعود في اتجاه سيتو. تسديدة خالد سيتو بوزيد بين يدي الحارس، وأيضا إيجاد المساحات لنفسه من خلال مراوغاته. تابعونا التسديد، راسية أنس العيان، أخطأت مرمى أندري مانغين. وتابعونا تمريرة كانت من بحث عن الحلول، البحث عن الطرق. نتابعونا تسديدة سفيان المسرار، محاولات متواصلة من لاعبي المنتخب الوطني. رئيس فني بلال البقالي، تمريرة في اتجاه أشرف سعود، دائماً المحاولة قائمة. تسديدة اللقطة الماضية، يطلب من يوسف جواد تسديدة العرضي. بلال البقالي فرصة الهدف الثالث، يوسف المسرار يضيع فرصة الهدف الثالث. تسديد دائماً سفيان المسرار، تسديدة سفيان المسرار يبعد حارس المنتخب الموزمبيقي. وتابع هذه المحاولة بلال البقالي، حذار من الأخطاء، حذار من الأخطاء. مرت بردا وسلاما على مرمى المنتخب البقالي. من جديد إلى يوسف جواد، عملية الوانتو، تمريرات قصيرة بين لاعبي المنتخب. أشرف سعود من اللجهة اليمنى في اتجاه بلال البقالي، والهدف الثالث، الهدف الثالث. تمريرات أكثر من رائعة، ويوسف جواد ينهل الهجمة بهدف ثالث من خلال تسديدة رائعة تعانق شباك الحارس أندري مانغين. وتابعونا الهدف الثالث، تبادل رائع بين لاعبي المنتخب. نتابع فرصة الهدف الرابع، ورائع، هدف رائع من يوسف جواد الأمامي للمنتخب الموزمبيقي مكان حارس. نتابعنا دون